مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تظاهرات المحاضرين والإداريين والخريجين في العديد من المحافظات في البلاد ودلالاتها، معنا من الناصرية الناشط في التظاهرات الأستاذ كاظم ماجد. السلام عليكم. وعليكم السلام، واهلا وسهلا بك استاذ وبقناتكم ومتابعيكم ومشاهديكم الكرام. اهلا بك. لماذا عادت التظاهرات المحاضرين والاداريين والخريجين بهذه القوه من جديد، وما هي المطالب التي تحملها؟ طبعا سبب عوده التظاهرات بالنسبه للخريجين والمحاضرين هي التسويف الحكومي لمطالبهم، وهم يتظاهرون منذ مدة طويلة، حيث قام عدد من الخريجين بالتظاهر أمام مصافي نفض ذقار وأمام عدة دوائر أخرى وضمن وزاراتهم وتخصصاتهم. طبعا هناك تظاهرات في باب التربية، تربية ذقار، وهنالك تظاهرات أمام مديريات ودوائر أخرى ولم يستجب لمطالبهم جميعا، حيث كل ما تقدمه الحكومه لهم من وعود لا تنفذ، هي مجرد وعود باسكات هذه المجاميع من الحكومه، وبالتالي يتم تسويف مطالبهم. لذلك التظاهرات الان اخذت مرحلة اخر، حيث هددت عدد من متظاهري الرقاب بانهم قد يعتصمون امام المديريات والدوائر المعنيه حتى تتحقق المطالب المشروعه بالنسبه لهم. نحن نعلم حكومه السيد السوداني لا تختلف عن حكومه الفاضلي او حكومه عادل عبد المهدي، فهم نفس هذه المنظومه السياسيه الفاسده ونفس النهج ونفس الترتيب، لا يمكن ان تقدم شيء جديد. بالامس تم قتل ثلاث متظاهرين واصابه العشرات، وهناك لجنه تحقيقيه قد شكلت بهذا الشان ولم نرى اي نتائج لهذه اللجنه. هذه الحكومه هي جاءت لتدمير البلد ولخراب البلد. طيب كاظم، خليني بس اسالك على نقطه معينه. وتدمير البلد. نعم، خليني اسالك. نعم. انه بالتاكيد هناك تنسيق مسبق من قبل المحاضرين والاداريين في الناصريه وفي بابل وميسان وواسط وكذلك في ديالى. كيف يمكن الاستفاده من هذا التنسيق المسبق والضغط والدفع باتجاه تحقيق المطالب؟ بالنسبه للتنسيق، هو يعني ليس اليوم، التنسيق هو منذ فترة بعيدة، وجميع المحافظات قد بدأت بالتنسيق بين المحاضرين والخريجين. الهدف من ذلك هو الضغط بقوة من كل المحافظات على الحكومة والاستجابة إلى مطالبهم. نعم. وهذا شيء ليس جديد. نعم. لكن المهم والذي يعني نفهمه من خلال ردنا ومتابعتنا لهذه الحكومة ولهذه الطبقة السياسية الفاسدة، هي لا يعنيها شأن المواطن ولا يعنيها يعني الفقر الذي يمر به المواطن العراقي، ولا يعنيها الخريج حينما يطالب بتعيين او المحاضر او الاكاديمي في اختصاص معين. نعم. هو كل ما يعني الحكومه هو النهب والسرقات وتدمير البلد، ليس شيء اخر. نحن نقول اليوم بان نعم. العراقيين، كل الشعب العراقي وليس المحاضرين فقط وليس الخريجين، طيب كاظم، بالحديث بالتحديد عن نعم. وزارة التربية، ثورة تشرين، ان نعم. الثورة العراقية لا تنحصر بتشرين. نعم. بل ان الثورة العراقية الكبرى قادمة وستشتد. طيب بالحديث فقط عن المظاهرات اليوم، اذا سمحت لي كاظم. نعم. لماذا لا تتحرك وزارة التربية الى ايجاد تخصيصات مالية رغم الحاجة الماسة والكبيرة للتدريسيين في قطاع التعليم الأولي والعالي الموجود اليوم في وزارة التربية، النقوصات الكبيرة الموجودة؟ سيد الكريم، يبدو أن هناك إملاءات وإرادات مخارجية هي من تقوم بتنفيذ هذه الحكومة الفاسدة وهذه الطبقة السياسية الفائزة. الآن لا يوجد عذر للحكومة، فالجميع قد اعترف بأن هناك موازنة تجارية وهناك فائض يعني مالي كبير، لماذا لا يستثمرون هذا الفائض المالي ويوظفونه لتعيين الخريجين وتثبيت اصحاب العقود وايضا المحاضرين؟ لا يوجد شيء جديد. حتى لو كان البلد يعني في كل سنه في موازنه انفجاريه، سيبقى العراقي فقير وسيبقى المواطن العراقي لا يحصل على حقوقه، وستبقى الموازنه توزع فيما بين الاحزاب واتباعهم،
ويتم تهريبها الى دول الخارج مثل ايران وغير ايران، وهذا ما تم ابلاغه على هؤلاء السياسيين قبل احتلال العراق. طيب كاظم، الى اي مدى يمكن لهذه التظاهرات ان تتطور الى مجال اوسع من نطاقها الحالي، ولا سيما يعني انه ثوره تشرين انطلقت شرارتها وتوسعت بدءا من ذات الشريحه، شريحه الخريجين والمحاضرين المجانيين؟ حسب يعني متابعتي وقربي من المتظاهرين وما قد فهمته منهم بأن الأيام القادمة قد تشهد اعتصامات وضغط جماهيري كبير، والأعداد الذي رأيتها بعيني يعني أعداد كبيرة تقيسان بها، هذا في الناصرية فقط، أيضا هنالك في البصرة وواسط والعمارة وغيرها، وقد يكون هذا الضغط ربما يربك هذه العملية السياسية أو الطبقة السياسية الفاسدة، وقد يربك العمل الحكومي، وربما سيكون للضغط هنالك نتائج إيجابية على اعتبار أن الحكومة الجديدة هي قد وعدت كل المواطنين العراقيين وخصوصا الخريجين والمحاضرين بأنها ستحل قضاياهم وستحل مشاكلهم، وإذا ما حصل هذا فإن الأمور قد تتعذب أكثر، وقد تنطلق تشرين، وقد تكون ثورة عراقية كبرى للإطاحة بهذه العملية السياسية، وهذا هو يخشاه كل السياسيين وقادتهم ومن يقف وراءه. نعم، من الناصرية الناشط في التظاهرات الأستاذ كاظم ماجد، شكرا جزيلا لك.